فزنا بالمسابقة العالمية مع هواوي المرتبة الثانية، ونفتخر أننا رفعنا العلم الجزائري في المواحات الدولية. فهمنا وش هو المنتوج تاعك؟ طبعا احنا نعرض النظام لتحديد الأمراض والكشف المبكر لهم لمساعدة الفلاحين على تفادي انتشار الأمراض، لذلك سنساعد في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد إن شاء الله وتطوير القطاع الفلاحي. كيف يعمل الجهاز تاعكم؟ فهو عبارة عن طائرة بدون طيار تمر على الحقول وتقوم بفحص بالصورة لهذه الحقول، ترسلها إلى خوارزمية لتقوم بالكشف على المرض. ملتقى التعليم حول الأمن الغذائي في الشطرة هي المتعلق بالقمح الصلب، هذا مهم مهم جدا لأن الجزائر ثقافة القمح الصلب وليس القمح اللين اللي هو ثقافة استعمارية. احنا نتمنى إن شاء الله أن نوصلوا إلى الاكتفاء الذاتي وزيادة بالنسبة للقمح الصلب. احنا أيضا انتم يعني في هذا الشيء هذا لازم ترافقوهم، احنا رانا معكم، احنا عندكم منا كل مساعدة كل مرافقة. درك المتعاملين الخواص إن شاء الله هما اللي يزيدوا يرافقوكم ويدعموكم، بس عندهم كل فائدة في تطوير هذا الشعبة هذه وفي تطوير هذا هكذا أبحاث إن شاء الله. يعني طموحاتكم هي طموحاتنا المقاصد رئيس الجمهورية، احنايا ان شاء الله هذا الايكوسيستم نتاع الشركات الناشئة والذكاء الاصطناعي يؤسس له من الآن يعني بطريقة علمية واقتصادية بحثة حتى تكون عاملا في تطوير كل المجالات الاقتصادية والفلاحية في الجزائر.